في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية في جنيف، وقع مندوب المملكة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل على اتفاقيتي بودابست وستراسبورغ أمام المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك استنادا على رؤية المملكة 2030 التي تجعل المملكة أكثر انفتاحا وحضورا في الساحة الدولية. I salute Saudi Arabia's engagement with WIPO and its efforts to create an IP ecosystem that cuts across a diversity of areas. In addition, a key part of Saudi Vision 2030, which is aimed at diversifying the Saudi economy, supports and promotes innovation. It is clear that the Kingdom is fostering an environment conducive to stimulating entrepreneurship, innovation and creativity. WIPO stands ready to support Saudi Arabia in all these endeavors. تمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية لرعاية الملكية الفكرية بحضور وفد بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، يترأسه السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، ووفد المنظمة العالمية للملكية الفكرية يترأسه دارين تانغ المدير العام للمنظمة التي تعتبر المنتدى العالمي في مجال التقدم الفكري والصناعي. بتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، قمنا اليوم بإيداع صكي مهمين في إطار الملكية الفكرية وهما اتفاقية ستراسبورغ واتفاقية بودابست، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات كبيرة تقوم بها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإشراف سعادة الدكتور عبد العزيز السويلم، ونسعى إن شاء الله إلى المزيد من العمل مع هذه المنظمة المهمة في مجال الملكية الفكرية. انضمام المملكة لاتفاقية بودابست وستراسبورغ يتيح للمملكة أن تصبح من الدول الأكثر استخداماً وتقدماً في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط. هذا وقد أودعت المملكة صكي الانضمام لكل من اتفاقية لوكارنو واتفاقية فيينا للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الشهر الماضي، مما يؤكد التزام المملكة بتعهداتها الدولية تجاه منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها. التحركات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية وسط منظمات الأمم المتحدة تؤكد المزيد من الانفتاح للمملكة على المجتمع الدولي استناداً على رؤية المملكة 2030. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جنيف.